ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. والله سلام يردف مليون سلام لأحلى عمة بالدنيا. سلامات يا وحش. امش قدامي شغل سيارتك، عندي موعد أسنان. اي بس أنا توني جاي ومريض وتعبان. وإذا تعبان ومريض يعني شو أسوي لك؟ امش وديني يلا من غيرك وديني. أركض في دينتك. سك الباب. افا الموتر ما في بنزين، روح للمحطة وعب بنزين. اي صح البوك نسيته بالاستراحة. محفظتك نسيها بالاستراحة؟ عب الجوال. افا الجوال طافي شحن والشاحن ناسيه بالاستراحة. عامر لا تقعد تسوي لي ذي الحركات، ترى ماني معطيتك ولا ريال. روح للاستراحة جيب بوكك وشاحنك. مشينا. أبوك يا الزحمة. سلامات. مي البثرة واقفة عند استراحتنا. أبجيس. هالمرة أبصلها الاستراحة بلاش، لكن ثاني مرة بالفاتورة. الحين وش فيها المتخلف مقفل علي؟ ضاقت؟ والله ما المتخلف إلا أنت، لا تغلطين على عامر. معلش آسفة خالتي أم عامر، بس هو مقفل علي. ماني بخالتي اللحد ولا لأم اللحد يسلقه. مقفلين علي وتغلطين بعد؟ وش قلة الحياة ذي؟ أنا قليلة الحياة اللي ما تسحين على وجهك؟ علميني أنت إيش جابس عند رجاجيل في الاستراحة؟ وش قصدك يا الجركل؟ أنا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة أمك. بحسبة أمي يا شايب يا العايب، ترى أنا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حيي. سلامات وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني أتناشب مع حد زارين ذولي. أمش مشينا يلا أمش. هدي يا عم هدي. خلهم ينقلعون. هدي لا تفضحين. أرتبي. أنا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. أوف وبعدين يعني؟ يلا خلصونا. ورا ما تنطمين يا سلقه، لا اجي انزل الحين معطس معشوشه. خلاص يا عمه خلاص انا بتصرف. ابو عبيد هلا. لا انت تعدف معي يلا. ورا ما تجين تدفين معهم يا سلقه انت صيقاتت. بروح اجيب لكم بنزين واجي. وانا بقعد احترينكم انتوا وبنزينكم، وقفوني تاكسي خلوني امشي. المحطه قريبه يا عمه. ارسبوا معي ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. وش ذي الريحة؟ ريحة غنم. أكيد سيارة غنم، وش تبين ريحتها؟ ينسون مثلاً؟ الله أكبر، مش معرفكم أنتم من ريح الحلال، هذا رزق من الله. الحين ذي الريحة الخايسة تلزق في عبايتي، وع وع. وانت صادقة يا عمة، حتى أنا تلزق بثوبي. أنا ما أدري وش شايفة نفسك عليه أنت، احمدي ربك أني فاز لك. أنت فاز لنا، ترى بخشم الريال. يلا انزل تجركلك يلا. وش قصدك بجركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا بس. ايش خليه ينقلع؟ يلا اقول لا تهايط. خليه ينقلع تراك كبير سن. يلا رح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق جعلك تنقل بسبع قلبات. لا تدعين عليه يا عمه. خله امشي الناس ناظر. حسبي الله عليه. الناس
عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبة ذا يبيك. الو، هلا ابو عبيد. هلا عامر، شلونك وين عمك؟ ام عاد عمي، وش تبي انت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرت بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروه؟ ما تستحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله، اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتكم اليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر، لا تزيد علي بالحكي، والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحه حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي، لا تنسى الكبده والكلاوي. والراس والراس. والراس، جيب الراس معك بعد. الراس والشرعان يجنكم شلوطاي. يا غنم ريي وقرضك اللي يعود. يا عبد الغفور. سم يا عم. تعال. انت تشوف الطلي الكبير؟ اشوف ايوه. هذا تروح تاخذ وتذبحه. يا عم هذا الطلي محجوز لزبون مهم عندنا. وش هو؟ زبون مهم؟ ما في زبون مهم، خلي يولي. ابيك هالحين طول العمر، انا عندي زبون الخاص، تاخذ الطلي وتذبحه وتقطعه ثلاجه وتجيبه يم. يلا اقزع. ابشر يا عم. عندي التطبيقات والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكر بالخير وين عمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ آه شكرا، يعطيك العافية. وش ذي الورد؟ هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون، بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء، والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك ما قصرت. عامر أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي معها باقة ورد. ها أجل، وين راح أبو عبيد؟ ولا ما قلته؟ أوف نسيته عند الباب. الله يحييك ابو عبيد، مساء المبارك. الله يبارك بايامك ويجعل بيتكم عامر ان شاء الله. يا ابو عبيد ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحه وين ضيفنا؟ يا بعد حي ابو عامر، ما من كلافي، عسى الله يجمعنا على خير وسعاده. اي والله فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي هي زي ريحه الورد. أم عامر خل عن الذبيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، أعرف عمي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي ناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعتها المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. و
والله اني كنت حاس. اجل جايب ذبيحه وورد مسوي بتضبط نفسك، انا ماني موافق، وبقول لهم انك عصبي وانك قعيطي. وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، انت تدري اني ارمل حالتي حاله، وابي لي مرت انت سند انت لي عمري. يا بعد حي خلك محضر خير. اجل اسمع، اجار الاستراحه لمده سنه مجانا تم، وكهرب وموي عليك تم، وذبيحه كل شهر للاستراحه تم تم سلامات. وراك تصيح الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبه العافيه، انا والله بعد عندي تكلمت زينه، وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمه يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. قوم يا واد بدري عليك تفوز. العب 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 يا عيال، عندي لكم مفاجأة البطلة. ايه سامع حتى غيرك، الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيا عمر، هيا عمر، هيا عمر، هيا عمر، واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 عمر بطاطا، ايوه عمر بطاطا، ايوه. وش تبون بعد؟ ذبيحة كل شهر. لحظة لحظة، أنت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع أنت ورع، أسخر عيالك أنا، أنا ما أكذب. يا عيال، عمتي تزوجت أبو عبيد وعطيته شروطي ووافق عليها. كولا والله، صبوا لي فنجان على العال، عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 لا، يا ولا عقب الغاضي لا تغسلونا. قالوا يا لا 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 لا. يا عيال من قلب بلايستيشن قدام. تعال تعال، انت جيت بس، انا برشلونة. شلونك يا ابو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ اجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هذا كول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين إن بغيتي الحفل بقاعة ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وشو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ أنت ما شاء الله رجالا بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف. وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد. السلام عليكم. هلا هلا ابو عبيد. معليش على الازعاج. هلا بك، انا ادري ان تاخرنا بالايجار، معليش يعني اسبوعين بالضبط ويصير عندك الايجار ان شاء الله. معليش الوضع عندنا شوي متكهرب. لا انا بسامحكم بالايجار، بس بشرط. وشو؟ انا بيتزوج وبيسوي حفله العرس عندكم بالاستراحه. عندنا هنا بالاستراحه؟ هي عندك يا وليدي، لانه عرس الحريم عندكم بالاستراحه، والرجال عند عامر واخوياه. والله ما ظنت البنات يوافقون يا ابو عبيد. ليه ما يوافقين؟ وانا حسبك ان حسبه بناتي وارمل ومقطوع من شجره، وبيك تحضرنا العرس وتعتبر انه عرس ابوك. ليه يا شينات؟ ما يصير هاللون، وانت تعرفين اني ابو عبيد، ما يصير هاللون. انا الحين والله دكت العوره
خلاص خلاص يا ابو عبيد، والله انك قطعت قلبي. يصير خاطرك الا طيب. روح صلاح، يلا صلاح صلاح. بدري عليك تجيب التعادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير إن شاء الله. إيجار الصراحة حق سنة كاملة سمحت لنا فيه. وإيش تبغى؟ شندو مسمار الصلب. يا عامر قم قم، أبيك لك سالفة. قم. لا أحد يلعب ها؟ لا أحد يلعب، اقعد. ها وش عندك؟ اسمع يا عامر، عمتك حصة شرطة علي. أصلح العرش باستراحتي. عرس الرجال عندكم بالاستراحة، وعرس الحريم باستراحة البنات. أبوك القعاطة عرفها، تبي توفر إيجار القاعة، لكن تدري شلون؟ طلقها يا ابن الحلال. خلصنا، شألمك أنت، خلصنا من هالسالفة. خلاص أوكي، بس بشرط. لجل أين تكرم مدينة، وش شرطك؟ تعطينا سنة إضافية مجانا. سنة إضافية؟ سنة إضافية وانت تدري أني أربل ومقطوع مشجرة وما لي والي. ويا جرجر تضحك ولا تبكي؟ تضحك ولا تبكي؟ واضح انك كذاب. واضح؟ اي واضح. هذا شرطي، تبي ولا لا؟ لا لا، ابي 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 يا اخوي. شروطك انت صارت ازود من شروط عمتك حصة. ايش بلاكم انت؟ اجل خلاص دزها. خلاص هذه النشبي. سلامات يسوي عرسه عندنا؟ لا، ما بقى لا نطق له بالعرس. يا خبل، الرجال بيسامحنا باجار الاستراحه، ترى كلها يوم يسوي عرسه وقضينا. ايش فيك انت؟ ترى بنستانس، يعني حفله وطق وبوفيه، وانا بصراحه من زمان ما عشت هالاجواء. انا موافقه، وانا بالنسبه لي ما عندي اي مانع. انتم متخيلين انه بيطيح علينا اجار الاستراحه؟ لا، وفوقها وناسه ام الفله. خلاص انحسم الموضوع، ثلاثه اصوات ضد صوت. طقوا يا حريم، خلي استانس اليوم. صباح الورد يا صباح العسل كله، تفضل حبيبي. يا صباح القشطة والعسل والجبن وكل شيء زين من النواشف. وهذا فطورك جاهز يا عمري؟ اي والله بفطر، وعين من الله خير، عقبال اتوكل على الله لشغلي. اي شغل يا بعد عمري، تونا معاريس، اليوم اجازة. ودي والله، بس ما اقدر يا بعد حي، انا عندي لي حلال وعقارات مني صالية. يا بعد عمري الحين خلني امسك معك نص الشغل، تراني انا ذيبة وافهم ذا الامور. راي زين من راس زين، وبكتب لك وكالي بعد. وكاله زين وزين. يعني فوقنا غابنتني مسويين عرسها في استراحتنا؟
ومزين وجيكم مستنسين بعد. عاد روقينا يا بنت الحلال، معليش ترى كلنا ما ندري من هي العروس. انتي وراك مكبره الموضوع يعني، خلاص طلعيها من راسك. والله من جد خلاص بقلعتهم. من عذابي الخامس 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 انقم. ايه وش السالفه؟ كمين يا ورع؟ اقول لك لما شافتني ماتت. عارف اللي ودر ايش في؟ شو السالفه؟ بنات ايش في؟ نروح نشوف. مشوف ما ادري ما ادري. طب لحظه لحظه روح كلنا مع بعض. ايه انت ايش فيك؟ توقف وانت امسكي امسكي. ها ها يا عيال بس عن استراحاتنا منقطع. وش السالفه؟ هذا العيال. وش السالفه؟ حتى انتم منقطع عنكم الكهرب. انا اللي طفيت الكهرب والكهرب وهم راجع ليه تسددون الاجار اللي عليكم. سلامات يا عمه، حنا متفقين مع ابو عبيد وخالصين. حتى حنا اتفقنا مع ابو عبيد انه يشيل الاجار مقابل عرسس. هذاك اول يا حبيبتي، الحين انا صاحبة الحلال وكلامي هو اللي بيمشي. مشينا. عامر وبعدين مع عمتك هذه ترى بلشتنا ومشغلنا، وخلونا نسوي عرسهم في استراحاتنا وبشيل عنكم الاجار وهذه نهايتها. ايش دخلني انا؟ ايش دراني انها بتقلب هي وابو عبيد؟ بس دواهم عندي. الو ابو عبيد؟ قطعت الخط في وجهي بنت الذينة. نرجع دق عليها من ذي. ألو؟ من أنت؟ وش تبين براجل أبو عبيد؟ أنا منيرة ومتصلة عشان أنبهك من زوجك. وش في زوجي؟ ترى زوجك متزوج مسيار وممكن يبيعك في أي لحظة، وإذا ما مصدقتني أبرسل لك الموقع تروحين تشوفينه بعينك. الله لا يوفقهم الرجال. مسيار؟ ارسلي لي الحين الموقع وريقي لي للحياة. يلا اوكي باي. حلوه ذي حزينه باي كذا باي. هي ابو عبيد للذبايح، عندنا ذبايح حريه ونعيميه ونجديه وتيوس ارضيه هالطول اذن وتقل معروف. واو يا ابو عبيد، شف انا يبغالي ذبيحه راهيه ومشحمه، ابغالي الشيء يبيض الوجه. ابشري بس عاد موجوده الذبيحه اللي تبيض الوجه، بس ارسلي لي الموقع وابد يجيك بساعة. لبى قلبك يا ابو عبيد، خلاص اوكي فديت شواربك شوارب الحصني. غنيلي شوي شوي غنيلي وخذ عيني. بسم الله. مي تسلم يا عمري يا حبيبي يا ابو عبيد. ذبيحة وورد بعد، والله احرجتني يا ابو عبيد. شكرا تسلم ما قصرت، فديت الشوارب. أبو عبيد هلا يلي ما تستحي على وجهك.